السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام. ليمون في ساريم الساكورو هي وصفة تركية من زمان، وصفة السلاطين. هذه الوصفة كتسمى في تركيا معجزة الشفاء، كيستعملوا فيها مكونين معروفين بالخصائص العلاجية ديالهم، كيلقاو الليمون وكيلقاو كذلك الثوم. طريقة التحضير تقريبا كتختلف بشكل كلي على اللي كنعرفوا. فهما كيجيبوا واحد 4 كيلو ديال الحامض كيف ما كتلاحظوا معايا، 4 كيلو ديال الحامض، من بعد كيجيبوها كيعصروها، ما كيضيفوش الماء ما كيضيفوش السكر، مع واحد الرابعة ولا واحد 250 غرام ديال الثوم كيف ما كتلاحظوا معايا، الثوم الجيد او الثوم الاحمر. فهذه الوصفة مشاهدي الكرام كيف ما قلنا في البداية هي وصفة تركية، ليمون في ساريم ساكورو. يمكن لك تبحث عليها بنفسك في يوتيوب ولا في جوجل، ولا تكتفي فقط بالكتابة ديال الوصفة المعجزة ولا معجزة الشفاء التركية في جوجل. يمكن لك تكتبها باللغة التركية كما قلت لكم، ليمون في ساريم ساك كورو. غادي نكتب لكم هذه الجمله تحت اسفل الفيديو. كتعني باللغه العربيه هي وصفه الليمون والثوم، ولا بالانجليش كيقولوا لها مشاهدي الكرام ليمون اند غارليك كيور، يعني العلاج بالثوم وكذلك الليمون. فهذه الوصفه كما قلت لكم كنجيبوا 4 كيلو ديال الليمون، كنقوموا بالعصر ديالهم. باش كنعصروهم كنشدوا الثوم واحد 250 غرام ولا واحد 40 فص ديال الثوم، حيدنا ليه القشره وكنهرسوه وكنضيفوه على العصير ديال الليمون دون اضافه اي شيء اخر. من بعد كنديروها في واحد الاناء زجاجي معتم اللون، ولا كنديروا ليه واحد الغطاء اسود ونحتفظوا بها في واحد المكان اللي يكون بعيد على الضوء، بعيد على الضوء ديال الشمس، بعيد على الحراره. ما كنضيفوا حتى شي حاجه اخرى، وكنخليوها المده ديال واحد 25 يوم مشاهدي الكرام. فبعد ما كيتمر هذه المده ديال 25 يوم مع الرج بشكل يومي، يعني نحركوه بشكل يومي ماشي نفتحوا قرعه، يكفي اننا نحركوا ذاك الاناء الزجاجي باش تختلط المكونات اللي كاينه في الثوم وكذلك الليمون. بعد المرور ديال 25 يوم كنشدوا هذاك المشروب، كنبداو نشربوا نصف كاس على معده فارغه في الصباح الباكر. الوصفه فهي تعتبر معجزه، لان كما قلت لكم الليمون الخصائص العلاجيه ديالو مع الثوم فشي حاجه رهيبه. استعملوها السلاطين الاتراك منذ القدم، يعني وصفه ديال زمان الناس جربوها. كيف ما قلت لكم يمكن لك تبحث عليها بشكل شخصي في يوتيوب، يعني فقط انك تكتب ليمون في ساريم ساكورو غادي يعطيك المحتويات وطريقه التحضير. انا كنقل لكم فقط الموضوع، لان هذه الوصفه صراحه هنا في المغرب كنستعملوها باشكال وطرق اخرى، الا انها الطريقه جد متميزه اللي كنتكلموا عليها، فهي تعالج العديد من الامراض. غنذكر لكم على سبيل المثال للحصر، فهي صراحه كتعالج واحد المجموعه كبيره ديال الالتهابات، المشكل ديال السكر، كذلك انسداد الشرايين وخصوصا الناس المتقدمين في العمر، كتعالج كذلك التصلب وارتفاع ديال الضغط الدموي، كتخفض نسبه الكوليسترول، كتحرق الدهون الضاره. الناس اللي كيعانيوا من الدهون ديال البطن ولا الكرش فعليهم بالليمون وكذلك الثوم. كيف ما قلنا الدهون الضاره كتحرقها بشكل كبير، كتفقد بها الوزن، كتخفض النسبه ديال السكر، كتجدد البنكرياس في الدم، كتفتت كذلك الحصي اللي كاينين في الكلى كيف ما كتعرفوا، البوتاسيوم وكذلك الخصائص العلاجيه اللي كاينه في الثوم. فهذا البوتاسيوم كيخلي الانسان يتبول بشكل كبير، يعني مدير للبول، وبالتالي ديك الحصه الصغيره اللي كتكون في الكلى ولا في المجاري البوليه ولا في المراره كتنزل، كتقضي على الانتفاخ ديال البطن. اللي عنده البالونون ديال الكرش، الاورام، كتوقي من الاصابه ديال الاورام، كذلك الالتهابات الروماتيزميه، الناس اللي عندهم المشكل ديال المفاصل. فهذه الوصفه نصف كاس كيف ما قلت لكم، نصف كاس فقط، ما نضيفوا لا ماء، ما نضيفوا حتى شي حاجه اخرى، لا سكر لا والو، فقط نصف كاس قبل الافطار بواحد نصف ساعه حتى ساعه، وغادي تلاحظوا العجب العجاب. فهي كتخفف كذلك الالم من المفاصل الروماتيزميه، كتمنع الحدود ديال التكلس ديال العظام، وبالتالي الصعوبه ديال الحركه في المفاصل ما غاديش تبقى، كتجدد اسطح ديال المفاصل، كتمنع الالم، كتجدد الخلايا ديال المخ، كذلك الخلايا ديال الجهاز العصبي، كتخلي النظام العصبي لو سيستيم دو ترانسميسيون لا نيرفو ديالنا الكفاءه ديالو كتزيد بواحد السرعه بشكل كبير. بالنسبه للوليدات، بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الشلل ولا باركنسون ولا كيعانيو من الدوار، بالنسبه لو سيستيم ايمانيتير ديالنا ولا الجهاز ديال المناعه كتقوي بواحد الشكل رهيب زعما لاقصى الحدود، كتقضي على واحد وانواع ديال الحساسيه، الناس اللي عندهم الحساسيه، الناس اللي كيعانيو من المشكل ديال حساسيه الجلد كذلك. فهذه الوصفه كيف ما قلنا فهي جد مهمه للناس اللي عندهم التوتر العصبي ولا على طول متوترين ولا كيعانيو من مشاكل ديال التوتر والستريس. فالكثير الكثير ما غاديش نحصر لكم الامراض اللي كتعالج هذه الوصفه، فقط كيف ما قلت لكم طريقه التحضير كتطلب شويه ديال الوقت، يعني 25 يوم فهي مده شويه كبيره باش تحضر. كيف ما قلت لكم 4 كيلو ديال الليمون كنعصروها، كتعطينا 2 لتر ديال عصير الليمون، كنضيفوا عليها 250 غرام ديال الثوم، ولا كنضيفوا عليها 40 فص ديال الثوم بالحساب. من بعد كنسدوا عليها في القرعه، كنحطوها في مكان مظلم، كنغطيوها بواحد الزيف ولا واحد الثوب اسود، كنخليوها 25 يوم، كنحركوها ونرجعوها بشكل يومي بلا ما نفتحوا القرعه،
فهاد المكونات والخصائص العلاجيه اللي كاينه في الليمون وكذلك الثوم، فهي كيف ما قلت لكم سوف تلاحظون صراحه تحسن كبير في الصحه ديالكم. فهي صراحه ما جاش وسموها في تركيا معجزه الشفاء. فيكفي انكم تبحثوا 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 في يوتيوب، غادي تلقاو هذه الوصفه وطريقه التحضير ديالها. نتمنى مشاهدي الكرام انكم هذا الفيديو تعموا باش تعم الفائده، تعم كذلك الناس اللي عندهم مشاكل صحيه انهم هذه الوصفه تساعدهم. ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك والمشاركه حتى تعم الفائده، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.